هاي انتي بقالك قد ايه على الانترنت بتحاول تربح؟ جربت كل حاجة ومفيش فايدة، قعدت 20 ساعة على النت وبرضه مكسبتش حاجة. كسبت ايه؟ كسبت 1 سنت، 10 سنت، دولار، 10 دولار؟ لا، النهاردة معادك مع الربح الحقيقي. النهاردة بنقدم لك البرنامج اللي فعلا هيكسر كل قواعد ربح الانترنت. برنامجنا اعتقد ان شاء الله مش هتلاقي برنامج زيه يقدر يدخلك في الشهر اكتر من 100 دولار بدون اي مجهود. ايوه، وممكن طبعا تعدي اكتر من 100 دولار و200 دولار و1000 دولار. 1000 دولار؟ ايوه 1000 دولار، ما تستغربش. انت ما هتجرب برنامج هتشوف. برنامجنا النهارده متخصص في شركات البي تي سي. اكيد حضرتك سمعت عن شركات البي تي سي. شركات البي تي سي ببساطه هي شركات بتنزل لك في متوسط في اليوم 5 اعلانات بقيمه 5 سنت، يعني بتاخد منها في الشهر في متوسط حوالي 1 دولار. 1 دولار بالنسبة لك ما يساويش شيء، ولكن لو اشتركت في 100 موقع تقدر تحقق 100 دولار. طب لو 200 موقع 200 دولار، وهكذا. ولكن الاعلان الواحد بياخد منك نص دقيقة، يبقى انت عشان تسجل في موقع تفتح اعلانات موقع واحد محتاج دقيقتين، البيت موقع محتاج 200 دقيقة. مين فينا يقعد 200 دقيقة على الجهاز؟ برنامجنا يقدر يقعد 200 دقيقة ويقدر يفتح لك الاعلانات من غير انت بتعمل حاجة. النهاردة بنقدم لك البرنامج الخاص بروح الانترنت اللي اعتقد كله انتظر من زمان. هتتفرج عليه وبعد ما هتشوف الفيديو وشرح البرنامج هتقول فعلا احنا كان معانا حق. نبتدي مع بعض ونوريك البرنامج. في البداية احنا هنبعت لك 3 حاجات، هنبعت لك قاعدة بيانات وبرنامج والفيديو اللي فيه شرح لاستخدام البرنامج. ندخل في البداية على البرنامج. هتفتح البرنامج ان شاء الله. اول حاجة هيقول لك حدد لي مسار قاعدة البيانات. البيانات اللي هو قاعدة البيانات اللي هتسجل فيها الاعلانات اللي هو هيفتحها. طيب اللي جيبها بليه قاعدة البيانات من الفولدر التاني اللي احنا بعتناه لحضرتك. احنا قلنا لحضرتك البرنامج وقاعدة البيانات بيتعلم عليها وبتعمل لها حفظ، تمام، وبتقول له الاعلانات اللي انت هتحطها عايز يبقى في فاصل زمني بينها قد ايه، يعني مثلا يفتح اول اعلان والاعلان التاني يبدأ، فبتقول له عايزك تفتح الاعلان الاول دلوقتي وبعد 60 ثانية تفتح التاني وبعد 60 ثانية تفتح التالت وهكذا، وبتعمل حفظ. خلاص بيقول لك ظبطت القاعدة البيانات والوقت. بتبتدي بقى تخش على البرنامج. في البداية بيقول لك نسخة لحضرتك، نسخة مش متفعلة، وبعد إذن حضرتك فعلها، تمام، وبيظهر لك كود التفعيل. بيظهر لك مربع فيه 8 أكواد، حضرتك بتاخدهم وتبعتهم لنا على أي وسيلة من الوسائل اللي هتلاقي حضرتك موجودة في أيقونة اتصل بنا، تمام، بتبعت لنا البيانات دي بنبعت لحضرتك السريع إن شاء الله، تمام. بنبعت لحضرتك كود، بتاخد كوبي بيست وتحطه وبيقول لك تم التفعيل بنجاح، ونبتدي نخش مع بعض على برنامج النهاردة، تمام. نفتح البرنامج إن شاء الله. تمام، هنبتدي نبص في البداية البرنامج هيعمل ايه. البرنامج زي ما قلت حضرتك هتخش على كل موقع اعلاني تاخد اللينكات بتاعته وتحطها هنا تعمل لها سيف، وبعد كده بتعمل لها سيف على طول حضرتك، بس بتعمل لوج في المواقع، لوج ان، وبتفتح البرنامج وتقول له ابتدي شغل الاعلانات. هنبتدي نبص مع بعض نشوف ازاي الكلام ده بيحصل.